الآن نتحول لمتابعة هذه الصور التي تصلنا مباشرة عن استمرار البحث عن ناجين بين الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين، وهو اليوم الخامس الذي تقوم فيه فرق الإنقاذ بالبحث عن ناجين جراء هذا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا والشمال السوري. وفي آخر محصلة، ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 25 ألف قتيل في كلا البلدين، إن كان في سوريا وتركيا، بالإضافة لسقوط عشرات الآلاف من الجرحى. وقد أعلنت السلطات التركية منذ قليل عن أنه تم إجلاء أكثر من 93 ألف شخص من المناطق المنكوبة جنوبي تركيا. وكانت هناك هزات ارتدادية متتالية وصل عددها إلى 1891 هزة ارتدادية طالت تركيا منذ يوم الاثنين. إذن نذكر أن هذه الصور تظهر استمرار عمليات البحث بين الأنقاض عن ناجين إثر هذا الزلزال. أما في سوريا، كان قد أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة هذه الكارثة إلى 4500 قتيل، وعدد المصابين بلغ أكثر من 5000 شخص.